أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. في هذه الليلة المباركة ذكرى ولادة كوكب من كواكب سماء الإمامة والولاية، وهو الإمام محمد الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. في الحديث عن سعد الخير يقول: قال الإمام الجواد: وكل أمة قد رفع الله عنهم علم الكتاب حين نبذوه، وولاهم عدوهم حين تولوه، وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده، فهم يروونه ولا يرعونه، والجهال يعجبهم حفظهم الرواية أو حفظهم للرواية، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية، وكان من نبذهم للكتاب أن ولوه الذين لا يعلمون، فأوردوهم الهوى وأصدروهم إلى الردى، وغيروا عرى الدين ثم ورثوه في السفه والصبا. هذه الفقرة من هذه الرواية الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام يتعرض إلى ظاهرة اقترنت بالكتاب العزيز الذي هو نور، وكانت الغاية من هذا الكتاب وإنزاله هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، لكي تتحول هذه الأمة الجاهلة التي عرفت بالأميين تتحول إلى أمة قارئة وكاتبة. ولذلك بدأ القرآن الكريم أيضا بصيغة وبكلمة اقرأ، تحولت من أمة جاهلة إلى أمة عالمة صاحبة كتاب. يعني الشخص فيها في هذه الأمة لما أن يريد يقول كلمة يعلم الكتاب بأنه وين كتابك، وين دليلك، وين برهانك. هذا الفرق بين الجاهل وبين العالم. مو العالم المقصود اللي يلبس عمامة، العالم كل إنسان يقول كلمة بعلم، يعني عنده دليل تقدر تسأله ليش. إذا سألت ليش وأجاوب وأجابك قال لك أنا فعلت هذا الفعل لأجل الأمر الفلاني، حينئذ يكون فعله معللا، يعني في علة من وراء الفعل. أما الجاهل لا، الجاهل ليش فعلت الفعل ما يقول ليش، ما عنده مبرر، ما عنده منطق. هذا الكتاب العزيز كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم، كيف تم التلاعب به من قبل أهله، من قبل المسلمين؟ هناك رواية لطيفة وجميلة ومروية عند أهل السنة، مو رواية شيعية أبدا، هذه الرواية راح تشوفها مروية في المصادر السنية، وهي مفصلة للأزمة التي واجهها الكتاب العزيز والتي أشار إليها الإمام الجواد عليه السلام، ولكن بلسان الراوي الخليفة الثاني عمر بن الخطاب بلسانه. ومضمون الرواية وخلاصتها باعتبار إحنا مو مورد حديثنا هذه الرواية، حديثنا كلام الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. خلاصة هذه الرواية أن عمر يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام علينا ونعرف في وجهه الحزن، يعني اللي يشوف وجه رسول الله يشوفه حزنان. قلنا هو يقول، أنا قلت لأن كنت أقرب واحد وخرج علينا رسول الله وأنا أقرب واحد إليه، فالرواية حديثها وأخذها وأعطاها بين عمر وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول: قلت له يا رسول الله،
ليش حزنان؟ ما الحزن الذي نعرفه في وجهك؟ قال إن جبرائيل قد نزل لتوه، قد فارقني لتوه، يعني أنا توي طالع وجبرائيل كان عندي وقد فارقني. وقد نزل وهو يسترجع، جبرائيل نزل وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فقلت له يا جبرائيل وما استرجاعك؟ ليش تسترجع؟ فقال إن أمتك مفتتنة بعدك بقليل من الدهر غير كثير. عليكم السلام. يعني أمتك راح تكون في محل فتنة وبعد مدة بسيطة من وفاتك، مدة من الدهر قليلة وليست كثيرة. فالرسول يقول قلت لجبرائيل ومما افتتانهم وأنا تارك فيهم كتاب الله. يعني كيف يعني هذا كتاب الله حين اللي هو نور ويهدي للتي هي أقوام؟ بعد وش يعني وش يتوقعون أن الله بيقدر ينزل أكثر من هذا الكتاب العزيز؟ هذا الكتاب لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بآية واحدة منه ما يقدرون، وكتاب مبين وكتاب عربي واضح، كيف يظلون بهالكتاب؟ كيف يظلون وأنا تارك فيهم كتاب الله؟ شوف العبارة التي قالها جبرائيل عليه السلام للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، عبارة دقيقة: بكتاب الله يضلون. بكتاب نفس الكتاب هذا، هذا القرآن، هذا القرآن نفسه، هذا القرآن مصدر عزتنا كمسلمين ومصدر دمارنا. طبعا مو القرآن بما هو قرآن، لأن القرآن هو ينزل على منه؟ ينزل على البشر. إذا أنت الآن ولعت إضاءة قوية في هذا المحل الشريف المبارك، النور وش بيطلع؟ بيطلع ناس طيبين قاعدين في محل شريف مبارك، صحيح؟ محترمين، عباد الله مخلصين، هذا اللي بيطلع النور. لكن نفس النور هذا كله، الأنوار هذه كلها روح والعياذ بالله ولعها في محل بعيد عنكم وعن شخصياتكم، في ديسكو، في مخمرة، في سينما، وش بيطلع النور؟ بيطلع الناس أيضا اللي موجودين هناك سكارة وما هم بسكارة، وناس مشغولين بالدنيا. المشكلة في النور؟ النور طبيعته هو شنو؟ أن يضيء ما سطع عليه، ولذلك نور الشمس لا يضرها أنها سطعت على المؤمن وعلى الكافر. حينما تسطع على المؤمن أو أكل مؤمن، تسطع على الكافر أكل كافر، وهي طبيعة النور، هي طبيعة النور أنه مظهر لنفسه ومظهر لغيره. فالقرآن الكريم كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى هداية للمؤمنين، لكن للظالمين وش قال؟ ولا يزيد الظالمين إلا شنو؟ إلا خسارة، ما يزيدهم إلا احتجاج عليهم وعذاب عليهم. فجبرائيل يقول لي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنهم بكتاب الله يضلون. وطبعا الرواية فيها تفاصيل كيف بداية هالحركة المشؤومة اللي راح تستغل كتاب الله، ولحد اليوم المسألة مستمرة كما هي، ما تغير شيء، ودقيقة الرواية جدا في تفاصيلها. قال لي أول بداية من الأمراء والقراء، شوفوا الأمراء والقراء، ها، الشيخ والملك والرئيس والأمير البداية منه، وذاك وش يجي يسوي؟ الملة والمطوع والشيخ شيخ الدين وش يجي يسوي؟ يبرر اللي سواه ذاك. فقال لي أول ما يكون أن الأمراء يظلمون الناس،
ويتبعهم ويمدهم إخوانهم في الغي. من إخوانهم؟ القراء. وهذا لحد يومك هذا 1500 سنة مشكلة المسلمين ما تغيرت عن هذا الشيء اللي يسميه بعضهم التحالف. جواد عليه السلام لما يتكلم عن هذا التدين المعوج، هذا التدين، تدين البلهاء والسفهاء والجهلاء، حينما يقول الله سبحانه وتعالى، شوف الحياة، رجلين ضرب الله مثلا، رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه عاله، أينما يوجهه شنو لا يأتي بخير. وحقق في بعض الناس كذي، يفتح له دكان مال بيع أو برادة سوبر ماركت ما يفلح فيها سنتين، ويجمع عليه ديون ورد قفض، قال لك وين فتح لي الحين محل بيع عطور في باب البحرين، نفس الشيء سنتين ثلاث، وأخذ من ده وأخذ من ذاك وجمع عليه قروض، وبعد ما شفت اللف وين اختفى، رد طلع عليه شنو بمشروع الشركات الوهمية، ها، وجمع فلوس الناس بعد، وبعد فشل ويا راح لك السجن يا طلع برا. أينما يوجهه مولاه لا يأتي بخير. وبعض الحين شوفوا حتى في أولادك، ها، تعطي ولد من أولادك دينار تجي الليل، وتعطي الولد الثاني أيضا دينار وتجي الليل، ها ولدي وين وديت الدينار؟ قال والله بابا اشتريت لي كذا كذا به وتغديت به وفضل ما أدري 500 فلس، أخذت لأخوي الشيء الفلاني وبشتريت لأمي ما أدري كذي، والولد الثاني وين الدينار؟ قال كل خباز طالبني بعد 5 روبيات. من وين الخباز طالب وهو برا طالب؟ هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ لذلك الناس المتدينين أيضا بهذه المثابة. لكن اليوم تكلم لي إحدى الأخوات عن ولدها، وجاء بعدين يعني ولدها عندي ويا أبوه ويا أمه، يقول هذا ما أدري شلون عجيب، يعني عطينا 300 فلس أو نص ربي أو 500 فلس، يجي الظهر جايب لي دينار و800 فلس ومشتري لهم تشيز تشيبس هو أخته. من وين يا ولد؟ أنا عطني 500 فلس. قال إيه، أخذت لي كارتون فاخات صغار، ها، وبعتهم في المدرسة على الطلاب الواحدة بربية، فالـ500 صارت دينارين ونص، 500 اشترى له هو مدري هو ايش، واشترى لاخته بعد وبقت دينار 800. يوم ثاني ايضا عطينا الحلاوه مال تفوقه على حسابي، وزعها للمدرسين والمدرسات، اخذ الحلاوه وباعها على الطلبه وما عطى المدرسين ورجع ما ادري بدينارين بعد. فقلت له هذا عقليه تجاريه، هذا انسان عقليه تجاريه، احفظي الى من الحين دخلي قسم تجاره وبتشوفينا يعني عنده بركة، عنده بركة في كل شيء. الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا يجي يبين إلينا هذين النهجين، تدين مستقيم وتدين أعوج. شنو سمة هذا التدين المعوج؟ سمة دقيقة التفت إليها، لأن ترى بعض جماعتنا واقعين فيها حتى، مع أن أئمتنا عليهم السلام لما حددوا هالتحديدات وضعوا حدود دقيقة عليك أن تلتفت إليها أنت أيها الإنسان الموالي. بقول لك الحين شلون وقعنا فيها. يقول وكل أمة قد رفع الله عنهم علم الكتاب حين نبذوا، حينما ينبذون الكتاب لا يعملون به، الله عز وجل يرفع علم الكتاب عنهم، وولاهم عدوهم حين تولوا، يعني أيضا هم تولوا أعداء الله، أعداء الله، فالله سبحانه وتعالى ولاهم أعداء أيضا. وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده. هذه الكلمة الأصل، تعبير جدا رائع، يقول اللي سووه في الكتاب أقاموا حروفه، يعني 6 مدات في الضالين، ها،
إدغام غنة، وإحنا بعد تبعناها ودخلوا شبابنا وأخذ له إجازة التجويد وكم من سنة وراح درس في الفاتح. أئمة عليهم السلام ما يعرفون التجويد وأهميته. ما تصد أنت عبقري أو صار صاحب الإجازة الفلانية عبقري إلا التفت إلى شيء في القرآن. جناب أئمتنا عليهم السلام إلا هم عد القرآن ما التفتوا إليه، من وين هالعبقرية نزلت عليك؟ ها؟ جيب لي أحكام الأئمة عليهم السلام اللي يروونها الفقهاء كلهم، روايات الأئمة، شوف لي مستوى التجويد اهتموا بالأئمة كما اهتموا بمستوى ومعنى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة. إن الذين آمنوا يقيمون الصلاة منهم، ها؟ قل أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر منهم، منهم دلن أولي الأمر؟ الأئمة اهتموا، شوف رواياتهم. يلا أنا بيني وبينك روايات الأئمة، وجيب لي أحكام التجويد كلها في رواية الأئمة، شوف لي كم رواية، شوف لي كم رواية. وثلاثة أرباع أحكام التجويد اللي تدرسونها وتدوخون روحكم وياها ولا موجودة في نص رواية من روايات الأئمة عليهم السلام. والنتيجة شنو؟ النتيجة الصلاة تصير فيها وسوسة وهلوسة، ها؟ وتشكيكات. ليش؟ لأن راح، وعندنا روايات في هالشأن هذا تحذر من هذا الأمر بالذات. الأئمة عليهم السلام يقولون لنا نصر جهلة عشان لا تحتاجون لهم. دائما إذا تحتاج لإنسان وش يصير؟ عبد إليه. احتج إلى من شئت تكون أسيرة، واستغني عن من شئت تكون أميرة. إذا احتجت له وطلعت بأنك تعلمت عند فلان وعند فلان، أخذ ثقافته، أخذ طريقته في نظرك إلى الدين. أنا يوم الأيام جيت إلى مسجد من المساجد اللي أصلي فيها، صار لي تقريبا يعني من نزلت البحرين 1999 أصلي في هذا المسجد. السالفة قبل ما أدري يمكن يعني صار لي أصلي في المسجد مثلا 9 سنوات 8 سنوات، توي بدخل من باب المسجد جودني فلان: سيد شوف الله أكبر مالتي شلون عدله، الله أكبر. قريب أوصل المحراب جودني فلان: سيد شوف الله أكبر عدله. خلص من الصلاة جاء واحد بين الصلاتين: سيد شوف الله أكبر عدله. وش صاير اليوم؟ الحين 8 سنوات أنا وياكم ما حد سألني عن الله أكبر عدله وما عدله. خلص الصلاة: ايش فيكم جماعة الليل وش صاير فيكم؟ توكم تعلمون صلاة؟ توكم تعلمون تكبيرة الإحرام؟ قالوا البارحة الملا العراقي الله يسامحه ويغفر إليه اللي يقرأ عندنا، قال انتون البحارنا اذا تكبرون تقولون الله اكبر، يعني تسوون واو بين الله واكبر. وهذا طبعا شنو؟ ما في واو بين الله اكبر، ما في الله. قلت لهم شنو يقول نحن البحارنا نسوون شنو نكبر؟ قال ايه خلنا لنا كنا نروح وكل واحد طاعة تكبيرتك. لا مع الأسف والله ما كنت حاضر المجلس، كان نزلته من على المنبر وقلت له ما حد يقول الله أكبر إلا أنت. شوف كيف الشيطان يسوي الوسوسة عند الإنسان. الله يرحمه أحد مراجعنا، شوف وسوسة الشيطان اللي يدخلك من هالمداخل هذه اللي الآن مع الأسف، مع الأسف أقولها بكل صراحة، هذا الشيء مو بس عوام الناس، يا ريت المسألة بقت على عوام الناس. إحنا نتفشل بعض الأحيان، إحنا نتفشل علماء الدين بعض الأحيان لما أدخل محل وأسمع اللي يصلي بهم الإمام اللي يصلي بهم المعمم. أق 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 أق. هذا أكبر العيب، بعد أكبر العيب هذا. إذا الصلاة شدي تكبيرة الإحرام صار كذا كذا. المهم هذا العالم يقول، تعرفون علماءنا كالمعتاد،
يعني يبلغون المرجعية وأعمارهم على الأقل على الأقل فوق الستين، ها؟ وطبيعي أن يكون عندهم شنو لحى طويلة. فواحد من الناس جاء وقف عند هذا العالم، قعد عنده، قال الشيخنا سيدنا لو سمحت سؤال، قد يكون سؤالي سخيف بس يعني اقبل أنت. قال تفضل تفضل. قال أنا عندي سؤال محيرني، أنت كيف تنام بهاللحية الكثيفة؟ هو الحين عمره 65-70 سنة، يعني اللحية صار لها عنده 30 سنة 40 سنة يمكن اللحية. يقول هذا العالم المرجع أرديك الليلة أنام ما عرفت، أطبق روحي بالبرنص أستحر، أشيل البرنص أبرد. شوف شوف الشيطان يجي. الله يشهد، قبل بس يعني مو يمكن سبوع، شيء أقل من سبوع حتى، واحد رجال مؤمن رئيس أحد المآتم في البحرين اتصل بي وعد أنجح. من دخل مسكين عندي كأنه هموم الدنيا على راسه، وش فيك؟ يقول سيد أنا ذاك الرجال المؤمن المعروف في القرية اللي على قولتنا دائما شاق حلقي بابتسامتي، الكل يشوفني مبتسم، الناس أساعدها في حل مشاكلها، عندي ديك النفسية والأريحية. يقول يوم من الأيام قبل سنتين، يقول السالفة صار لها سنتين، يوم من الأيام مر علي واحد ولد من أولاد صديق من أصدقاء المؤمنين كبار السن، يعني هو رجل فوق 60 سنة. يقول مر علي قال فلان، يقول فلان انك تتصل تلفونات بختام مدري، يقول حتى انا ما اتذكر، قال لي من هي بختام مدري زوجته مدري بنته ومشى. انا ذاك الوقت قلت كلمة جاهل، مش خوش لك تهتم بها، مشى وراح عني وظلت الوسوسة تضرب في راسي. معقول انا؟ ويقول أعرف نفسي ما مسوي الشيء هذا، كان مو منتشر بيني بين المجتمع أن أنا مسوي هالشيء، ومن أشوف اثنين يسولفون، ها؟ أكيد يسولفون علي. يقول خلال أسبوعين نزلت 8-10 كيلو، حتى جاني مسكين كلر مال ثوبه أوسع من رقبته مرة ونص، غير حالة اعتفست، يقول نوم ما يجيني، كل ما أشوف الناس أقول أكيد يدرون عن قضيتي أكيد أنا، ها؟ قلت له يا أخي يا عزيز الله يهديك، الله شو يقول؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي شنو يوسوس في صدور الناس منهم من الجنة والناس. لا ترى عندنا شياطين إنس إحنا مثل ما عندنا شياطين الجن، وشياطين الإنس المحيطين بنا ولا ويانا وروحون وجون ويطلقون مجرد وسوسة، وسوسة تخرب حياة إنسان، الدمرة تماما، الدمرة تنتهي بإلى الطب النفسي بعض الأحيان، وهذا ما يدري بالكلمة اللي ألقاها. لذلك أول الشيطان وإبليس ما يجيك من تبدأ تدين عشان لا تصير صلاتك توجه فيها إلى الله، ها؟ لأن ليس للإنسان من صلاته إلا ما أقبل به على ربه. وترى هالكلام هذا مو بس أنا أقوله، حتى السيد الإمام رحمة الله عليه، حتى الشيخ بهجت يقول إذا أنت عمرك مشتغل لي، ضليت عمرك 60-70 سنة ومشتغل لي بأن الضالين 6 مدات له أو حركات له 5.5، ها؟ والهني موجود كذا، وضليت متى بتتوجه لربك بصلاتك؟ ولذلك الإمام نفسه عليه السلام مو بعيد ولا غريب، يجي يقول لمنه، شوفوا يقول لمنه يا أيها الأعزاء أيها المؤمنون، والله أنا هذه الرواية كل ما أقرأها يقشعر لها بدني، لأن الإمام الصادق يخاطب فيها يونس بن عبد الرحمن، ويونس الإمام نفسه أئمتنا يقولون عنه فقيه من الفقهاء. تفتين لكلامي؟ يونس بن عبد الرحمن رجل مشهور، الأئمة هم نفسهم يعبرون عنه بأنه
هذا فقيه من فقهاء أهل البيت، روحوا ارجعوا إليه. إذا ما حصلتم جعفر بن محمد، ما حصلتم محمد بن علي الباخر، ما حصلتم مادر الكاظم، ارجعوا ليونس بن عبد الرحمن. ومع ذلك الإمام الصادق يجيبه ووقفه يقول له صل. الرجال ما يكمل صلاة الإمام يقول له وخر، تباعد تباعد. وقوم الإمام صلي، وبعدين يقول له ويش، مو يقول لي أنا أو أنت، يقول له يونس بن عبد الرحمن. مو يقول له السيد الخوئي، يقول له يونس بن عبد الرحمن. السيد الخوئي ما أدري، السيد الإمام شهدت لهم حوزة النجف، حوزة قوم، هذا شاهد لإمام معصوم أنه فقيه، ملتفتين لي أيها العزة. ومع ذلك الإمام يقول له بعد ذلك، يقول له وخر وخر وخر، بعد صب واحد. وقوم الإمام وصلي وراويش أجزاء الصلاة وكيف يتوجه وكيف كذا. وبعدين يقول له الإمام يأتي على الرجل منكم 60 و70 سنة لا تقبل له صلاة واحدة، لا تقبل له صلاة واحدة. صقلة سيدنا أنت تعرفها ونعرفها، من قلنا الله أكبر أمس الجماعة ركبوا المكيفات لو لا وش ليه بأمس، أنا حين أمس راح وخلص، باكر إن شاء الله بقول لهم. وما التفت إلا وش أي ركعة، الثالثة أو الرابعة، صقلة له ها جبت جبت التسبيحة لو ما جبتها أنا، الشيخ طول لما طول، هاي صلاتنا غير، هاي صلاتنا. وأقولها أنا، أقولها لك عن نفسي، ما بقول عن واحد منكم. يوم الأيام أصلي، المدام الحجية تنزل تقريبا من فوق، أنا في الطابق التحتي في البيت، على الساعة 11:30 تبدأ تجهز الغداء، فأسمع صوتها. ذاك اليوم ما نزلت، جاء وقت صلاة الظهر وأنا أصلي 12:12 ما في حركة أبدا. خلصت الصلاة الظهر، اتصلت ما تجاوب، كيف كذا هذه يعني اليوم صلى، قالت ما بتسوي غدا، ولا قالت بتطلع، ولا شالت التلفون. إذا صليت العصر وأنا بعد وإيش أفكر في غدا الظهر، ها خلصنا الصلاتين وراحوا. بعدين ها فلانة وإيش كذا إيش ما اتصل، قالت سيد الله يهديك اليوم وفاة العسكري، تعرف أنت يجيبون الغدا من الماتم وكذي. روحت الصلاة والغدج، لكن الصلاة راحت. فلذلك هذا المطلب المهم، أئمتنا عليهم السلام، إمامنا الجواد، أصغر أئمتنا ممن تولوا الإمامة، أصغر إمام تولى الإمامة. وتعرفون طبعا يعني سيرته سلام الله عليه، رغم أنها اندثر منها الأكثر كما هو شأن أئمتنا كلهم يعني، لكن هذا الإمام الأصغر، أصغر أئمتنا، بعد أن مارت أجيب لكم السالفة المعروفة عنه مع قاضي القضاة يحيى بن أكثم، ها، ولما جاء سأل ذاك السؤال إلا هو قال بور طبه، والخليفة يبا على قولتنا يفشل الإمام أمام الناس، وذاك شالخ روحه وقاعد من يومين يعد له سؤال يورط بالإمام الجواد. هذا إنسان توا ما أدري عمره 10 أو 11 سنة يقولون إمام، ما تقول في محرم قتل صيدا، حسب روح صادوا صاد الإمام الحين. الإمام قال له فرع له 40 فرع. الرجال لعن اليوم اللي سأل فيه هذا السؤال، هذا عالم لو جاهل، أول مرة لو ثاني مرة، في الحل أم في الحرام، وبدأ يفرع له تفريعات كثيرة. الرجال طبعا أخفق في مشروعه كما أخفق الخليفة. أئمتنا عليهم السلام هذا الدين القيم، لما يعلمون الإنسان أن يتدين، مو تدين الآخرين، ما يميزنا كموالين لأهل البيت عليهم السلام مبدأنا يا يحيى خذ الكتاب بقوة، مو خذ بهالزعزعة هذه بهالضعف، أن يتحول الدين إلى ظواهر. متدين يعني أن تطول لحيتك، أن تقصر ثوبك،
متدين. حتى عندنا بعض الناس كذي، حتى عندنا بعض الناس كذي يعني متدين، يعني اسوي لي لحيه واحضر المسجد كل وقت، بس ملكت الدين، ملكت الدين. لكن بقيه الامور علاقه يا زوجه، العدل بين الزوجتين، ها اليوم بس يوم هي يعني يتصلون لك وحده، خب انت اخذت الثانيه، الاولى وين راحت؟ وين راحت حقوقها؟ والله امس اتصلت بي وحده، اليوم جتني طبعا خلاصه كلامها. اول شيء نزلت على زوجها اللي هو من عائله علماء، زوجها من عائله علماء، نزلت على العلماء، ثنت بالقضاة في المحاكم الشرعيه، ثلثت منه، ثلثت بي. زين حتى انا نزلت علي، نزلت الله اكبر، شو اسوي؟ اخر شيء تقول لي، يقول لي انا تدينت والتزمت وحجبت بناتي واديهم للصلاه يتعلمون الصلاه، يطلع لي زوجي بعد ذلك يسافر ويلعب وكذي وكذي، وهو ابن الشيوخ وهو اخو الشيوخ وهو كذا وكذا، ترى اذا ما تسوون لي حال بروح برا وبنزع الحجاب انا وبناتي وبفضح العائله كلها وبحط اسمائي واسم زوجي في حتى صحيفه الوسط. حسب كلامها قلت لها يا بنت الحلال عقلي اهدئي، انت وش بتسوين غير فضيحه نفسك واهلش وبيتش وزوجك؟ المهم جبناها اليوم الحمد لله رب العالمين، طلعت عاقله. هذه الناس لما نتعامل معهم بطريقه الدين الاخر، الدين الاعوج، الدين الذي بدا الناس بدل ما اذا رايت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اليوم بدات رايتهم شنو؟ صدقوني ايها الاخوه ايها الاعزاء ايها المؤمنون المدينون اللي قاعدين بقتل المساجد والمآتم، ترى في سوالف واجد ما تسولف في جروبات لاولادكم وبناتكم فيها الحاد، جروبات على الواتساب كله كلام الحاد وكفر وقضايا جنسيه وسخه لاولادكم. ترى اذا جولتكم هذا في الماتم مو معناته ان كل اولادكم في الماتم، اذا انت عندك 5 اولاد قد يكون ولد عندك في الماتم بس الاربعه الاولاد البقيه وين؟ هذا نتيجه التعامل الديني المعوج مع كثير من شبابنا، مع كثير من شاباتنا اللي تنفرهم من الدين. ولذلك الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم ها يتحدث ويقول ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق، ولا تكرهوا عبادة الله الى عباد الله، لا تكرهون الدين الى العباد. واللي تبدا ويا ابنك انت وهو صغير يومية قاعدة لصلاة الصبح، أول البداية الخاطئة من هنا، بوش بالشرخة وبالرفسة وبالإصطار وكب الماي وبسحب البرنص. أنت تعلم الولد أن يقرن بين عمود الدين اللي هو الصلاة وبين وش؟ وبين أشياء ثقيلة، بين صراخ يومية من الصبح. والولد أصلا هو يتعلم بهذه الطريقة، يسمونها طريقة الارتباط الشرطي في علم النفس، ها طريقة بافلوف في الارتباط النفسي. لما نعلم الولد أنه ترى الصلاة دائما وش فيها؟ دائما فيها أذية، يعني وهي عمود الدين التي يقول عنها الأمير واعلم أن كل عملك تبع لصلاتك. إذا عمود الدين اخترب بعد وش بقى؟ فمن هنا في ذكرى إمامنا محمد الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه الفقرة من حديثه فقرة رائعة في استعادة أولوياتنا وجدولة طريقة تعاملنا مع الدين، وضع كل شيء في موضعه، ما نجي إلى الواجبات ونهملها والمستحبات نطلعها من كل محل مو ثابتة، وسنويا سنويا من تجي الأول جمعة في شهر رجب زين بدت الجروبات صلاة الرغائب، وإيش نصليها لما نصليها؟ دا قال الفقيه الفلاني كذي، دا قال الفلاني. عشنا في قوم 20 سنة
ها يعني أبو محمد يمكن 10 سنوات. والله صدقوني ما يوم من الأيام شفنا الاختلافات بين المراجع. لا تقول لي بعد يعني ترى إحنا أهل البحرين أكثر إيمان من أهل قم، ما أقول حاجة هذا. ها ما شفنا السوالف مثل ما شفنا مع سوالف الهلال، مثل ما شفنا واجد سوالف يشتغل بهالمجتمع هني وتاخذ جهوده واهتماماته وتحول الدين الى مجال للاختلاف بين المتدينين والمؤمنين. هذه ما شفناها عند ناس اخرين وهم اضعاف عدد البحرين، اهل البحرين. ها اذا ما تدري ادري كم بتبالغ يعني انت في الشيعة عددهم في البحرين؟ قول 1,000,000 يلا خدها، خدها 1,000,000. لعلمك في الهند بس 100 مليون شيعي في الهند، في إيران فوق 70 مليون. فلذلك يعني العالم مو كله أنت والشيعة مو كلهم أنت، ولكن لما يكون التدين بهالطريقة يسلط الضوء على الأشياء الجزئية ويتغافل الأشياء الكلية، ها يقيم حروف الدين أو الكتاب ويضيع حدوده، حينئذ طبيعي أن ينتهي الأمر إلى هذا الوضع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير سوء حالنا بحسن حاله. اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك، وافعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أعنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم احشرنا في زمرة محمد وآل محمد، ولا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.